مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف السادس الإعدادي. قبل لا نبدأ الدرس، هاي الدروس المختصر المفيد من كتاب الطالب وكتاب النشاط، كل الأشياء المهمة، القواعد، القطع الإنشائية والإنشاءات الوزارية، وكل المعاني وكل التمارين المهمة راح نشرحها في هذه الدروس. بعض الدروس راح تشوفون أنا شرحتها على الكمبيوتر، لأن هي دروس مو قواعد، فما يحتاج أشرحها على سبورة أو على بروجكتر. اليوم الدرس هو الدرس الثامن، رح ناخذ إنشاء، وإنشاء مهم. يلا خلينا نبدأ الدرس. What would you recommend a visitor to do for a week in Iraq؟ ماذا توصي زار للعراق أن يفعل في مدة أسبوع؟ When you visit a country, you need to know some things about that country. هنا الترجمة مكتوبة بالأسفل. عند زيارة بلد ما تحتاج إلى معرفة بعض الأشياء عن ذلك البلد. About its people, عن الناس, and their habits. الhabits هي العادات مالتهم. And traditions يعني التقاليد. If you visit Iraq, إذا أنت زرت العراق, you should take into consideration that Iraq is full of places that deserve to be visited. إذا زرت العراق, you should take, عليك أن تأخذ بالحسبان. Consideration بمعنى يعني الحسبان. That Iraq, بين العراق مملوء بالأماكن اللي تستحق أن تزار. First of all, يعني بالبداية, there are lots of historical places. أكو الكثير أو يوجد الكثير من الأماكن التاريخية. Such as, مثل, the ruins of Babylon. بقايا بابل, يعني حضارة بابل. Ur City, مدينة Ur in Nasriya, في الناصرية, and the ruins of Hatra in Mosul, وأيضا بقايا الهترة في الموصل. طبعا هنا أنا جاي بمعنى بقايا أو آثار مدينة, أوكي, الحظر في الموصل. In addition to that, بالإضافة إلى ذلك, you should enjoy the beautiful views in the north of Iraq. عليك الاستمتاع بالمناظر الجميلة في شمال العراق. Were the beautiful nature, يعني الطبيعة جميلة. Green lands, الأرض خضراء. And high mountains, والجبال العالية. You also should visit the National Museum of Iraq in Baghdad. أيضا عليك بزيارة National Museum, يعني المتحف الوطني في بغداد. Finally, أخيراً, don't forget to have some delicious Iraqi dishes. لا تنسى أن تتناول صحون عراقية, يعني شهية, يعني قصد الطعام العراقي. In my opinion, برأيي, a good journey, رحلة جيدة, demands that you have a camera. Demands بمعنى يقتضي. That you have a camera, أنه يكون عندك كاميرا, to keep your memories, حتى تحتفظ بالذكريات, about the nice places you will visit, عن أماكن nice, جميلة, you will visit, أنت سوف تزورها. إذن هذا هو فيما يخص الدرس الثامن. يحفظ هذا الإنشاء, هو إنشاء مهم. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم. لا تنسون تشاركون الفيديو مع أحبابكم, أصدقائكم, أصحابكم, حتى أتعم الفائدة. إلى اللقاء.